اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير خلق الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، عدتوا والعود احمد. ولا فيديو تاع اليوم حاجه مليحه بزاف بزاف بزاف، حاجه مشرفه، حاجه جديده في العلمه، حاجه زياده. ديما تعرفوني نشجع المشاريع، خاصه المشاريع النسائيه. نحلم يعني انه كل مره يكون عندها مشروع خاص بها، والله حاجه اللي هي تشتيها واللي قراتها واللي عندها موهبه فيها تكمل فيها وديرنا اضافه، سواء المدينه سواء البلاد سواء الاطفال ناس بصفه عامه حاجه مليحه. اليوم درت لكم فيديو كامل على اكاديميه جديده هي فتحت منذ اشهر يعني، وانا كانت عندي دعوه في الافتتاح ورا راسلوني شحال مره لكن ظروف ما سمحتش. هذا وين تم الموعد وتم التصوير وتم كل شيء، اكاديميه الابداع العلمي للتعليم والتدريب والاستشارات واللغات والفنون بالعلمه. شوفوا قبل ما نشرح لكم العنوان وكل التفاصيل واش فيها الاكاديميه هذه، سمحوا لي الفيديو شوي طويل لانه الاكاديميه فيها حوايج بزاف بزاف بزاف. واولا قبل ما نبدا ايضا الفيديو نشكر كما نقولوا العاملات ثم، ونشكر مديره الاكاديميه على الاستقبال وعلى الحوار وعلى الشياخه. شوفوا كي تحاوروها تجيكم كيما دوك تاع الاردن تاع سوريا، اللي يهضروا بهذيك اللهجه اللي مثقفين بزاف 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 بزاف. قبل ما نبدا لا فيديو والاختصاصات ولا واش كاين عندهم في الاكاديميه، نشرحوا العنوان تاعها، راهي سهله بسيطه. هذه هي الواجهه تاعهم من برا، اكاديميه الابداع العلمي. شوفوا راهي تولى دونتيست شرفه بالضبط مقابل لاري تاع ديزني في جوان، لاري تاع لا كريش كيما نقولوا حنا. هاو لاري تاع لا كريش، كاينه بيزيريا هنا اسمها 5 ستار، وكاينه دونتيست شرفه مباشره، وكاين لوتيل تاع روكي ماهوش بعيد الفوق. ها دونتيست شرفة مباشرة دوروا معها تلقاو الأكاديمية. هنا حندي لكم جولة خفيفة فيها. شوفوا أول ما تدخلوا الأكاديمية راحين تلقاو نباتات مليحة، تلقاو عندهم واحد البلونت يهبلو، نسيت ما صورتهمش. عندهم أيضا للبيع لي بلونت هذوك يهبلو أسعارهم هايلة. هذو العلب هذو راكم تشوف فيهم حاطين فيهم تيكيات، هذو كامل نشاطات الأطفال خدموهم وحدهم. ايضا في المدخل هذا يعني المدخل بالضبط كاين ايضا الكرسي هذاك تاع الاسترخاء مديرينو مروعه ما شاء الله. دوك نهبط لتحت نشوفوا الاقسام، نشوفوا الصال تاع سبور تاع الاولاد، فيها عندها نشاطات بزاف بزاف. اول حاجه نبداو بها عندهم لي كور تاع المستويات كامل من كيما نقولوا كل الاعمار. وشني عندهم حاجه ما يكثروش العدد، اكثر عدد في القسم 15 واحد باش الناس تفهم. وعندهم اللي واحد وحده اللي حابه منها والله بنتها يقري وحده اكيد كاينه. كاينه مراجعه للسانكيام للبيام للباك، ايضا مراجعه قريبه للباك تاع الباك، فيها كما نقولوا ماده الرياضيات جميع المحاور الاقسام النهائيه العلميه 9 جوان لا دات تاعها هايله يعني عند الاستاذ نور الدين عيساوي. الاستاذ هذا راهو غني عن التعريف، راه معروف في كل مواقع التواصل الاجتماعي. هذو هنا جوله في الاقسام، شوفوا واش نظاف، شوفوا كيفاش منظمين، شوفوا الله يبارك الالوان واش مبهجه هكذا. هذو كامل اشغال الاطفال اللي يقراو عندهم. ايضا عندهم دورات بزاف بزاف، عندهم تمهيدي اللي تحب تسجل بنتها في لاكريش يعني نص نهار كاينه، اللي تحب تسجل بنتها في التحضيري العام الجاي اللي ما تحبش تدخلو في المدرسه تدخلو بريفي تسجلوا عندهم، راهم يسجلوا لقيت ناس راهم يسجلوا التحضيري للعام القادم. ايضا عندهم دورات تدريب خاصه كيما نقولوا بالمدربين. عندهم حاجه اللي عجبتني ثاني دوره تعليم جدول الضرب، هايله ابنك يتعلم جدول الضرب في 3 ايام يخرج حافظه، هذا هو كيما نقولوا القرار تاعهم 3 ايام. عندهم برنامج خاص بها، هذا مكان للاولاد وللناس اللي حابه تتعلم هذا البرنامج وتروح يتعلموا سواء في ليكور وحدهم سواء في ديارهم سواء مع البريش. كاين حتى الناس يعلموا في كراج في ديارهم، الله يعاونهم. فقط هنا نقطع لكم، فقط نشرح لكم هذو اللي ما يعرفوهمش. هذو هنا يحطوا فيهم السيال ولا القلم ويكتبوا فيهم باش يعاونوا الاولاد في التركيز في الكتابه، مثلا ما يجيش الخط معوج. انا شريتها يعني عندي مده مجربتها في رامي شويه عندها هو شويه ما يحبش يستعملها. هذه سعرها راهو رمزي يعني عندها اقل من برا، راهم يبيعوا فيها ثما ب 12000 لاحظتها يعني حبيت تصورها لكم. هنا القاعه تاع الرياضه تاع الاولاد، عندهم كاراتي عندهم سبور عندهم نشاطات. انا سجلت رامي كاراتي يقراو جمعة وسبت من 9:30 ل 11 وقت ملائم جدا على الاقل يروح يفرغ طاقته. عندهم كاراتي كما نقولوا كما راكم تشوفوا باسكيت سبور، عندهم نشاطات ترفيهيه هذو كامل يديرون في 9:30 بالجمعة والسبت. سما حاجه مليحه بزاف بزاف الاولاد عجبت. هذا ركن خاص بالكتب، عندهم كتب للبيع في المستويات، عندهم ايضا الصبوره هذه اللي راهي دايره حاله اكيد راكم شايفينها تتباع في المواقع ولا شايفينها فيسبوك. اللوحه هذه الطابلو شوفوا ولادكم يكتبوا فيهم جدول ضرب الحروف تخربيش الالعاب الرسومات. وكاين طول مباشره هنا واحد كما نقولوا هكذا كيفاش الوقت نفتح لكم حابه تشوفوا اصبروا. شوفوا مثلا عندهم الصبوره هذه متوفره، انا هذه نعرفها يعني مقبلي انه رامي عنده وحده وشريتها له بسعر يعني باهظ. المهم
راهي متوفره عندهم، الصغيره ب 75 والكبيره ب 120. شوفوا كيفاش مثلا كيخربشوا ويرسموا ويلونوا ويكتب الحروف، يكتب اسمه مباشره، يضغط هنا يعاود يتحذف كلش كما نقولوا هكذا فقط. مجرد ده الكبيره ب 120 والصغيره راهي متوفره عندهم 75، راهي اقل من المحلات يعني. هذه الحاجه اللي نعرفها. اختار كاين كتب بزاف عندي، وهنا كاين كتب يعني منوعه بزاف بزاف للبيع، كاين حوايج يعني خاصه هكذا. تقدروا تتقربوا للمركز راح تفهموا الاعمار والاسعار وكل التفاصيل. دوك راني في جلسه مع مديره الاكاديميه، جبرتها اني ندير معها اجتماع، راهي متفصله قالت لي ما نعرفش نشرح، قلت لها دبر راسك لازم تشرحي لنا بالطريقه المبسطه الدارجه اللي نفهموها كامل بصفه عامه. يعني اكيد انا شرحت لكم خليت لكم صور، لكن هي راح تكون كما نقولوا تشرح احسن مني، هي على بالها الاكاديميه تاعها واش فيها كلش. تفضلي، مرحبا بك في القناه. عايش، مرحبا بكم. عيطي شوي برك. اي حاش ما متوصله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، نتمنى نوصل ولادكم للمستوى من حاجه جديده، ديما نحاولوا نقدموا لكم جديد بربي ان شاء الله. عندنا دروس الدعم في جميع الاطوار من التمهيدي حتى البكالوريا، متوفرة دورات متوفرة جميع المواد، جميع المواد. عندنا تعليم اللغات، عندنا السروبان، عندنا استشارات، عندنا امور بزاف. حاجه جديده انه عندنا البرامج التمهيديه ربع سنوات، ان عندنا طريقه جديده، طريقه كيقدموها للطفل داخل فيها البرنامج منهج دراسي، وعندنا برنامج خاص الماني راهو بنك اللي عنده قدرات. انا نخدموا نطوروها، نعملوا على تطويرها مثلا هكا، ونميو التركيز تاعو. باغ اكزومبل بنك اللي عاد فيه تركيز، اللي عاد ذكي، انا نخدمو عليه. وانتيا ثم النقطة الإيجابية اللي في بنك ولا الحاجة اللي تميزو ولا الذكاء اللي يميزو ثم تخدمو عليه داخل العام، انكم طوروه. انا نطوروه حاجة جديدة، وبرنامج ماهوش دراسي وتركيزي، ونخدمو مع التربية الانتباه باش نستغلو الذكاء داك تاع الطفل، نطوروه ما نخليهوش يخمر كما قلنا هكا. وعنا برنامج تحضيري كذلك، يعني نخدمو برنامج منهج دراسي ونخدمو مع التركيز والانتباه، ونميزو كل صغير قدراته. عنا برنامج نمدولهم نشاطات تاع التركيز، انتباه، بزاف حوايج ماشي غير القراية، داخلة بزاف حوايج. وعنا تعليم اللغات الفرنسية والإنجليزية، هذه لاباز يتعلمو المستويات كامل. عنا اللغات كامل من الكبار والصغار وكلش، وعنا لونجلي والفرنسية من 5 سنين وطلع. ديروا دورات في الصيف. عندنا وعندنا حفظ القران، حفظ القران وعندنا برامج دايرين. مازلنا ما درناش البروجي، عندنا كاين فوج مش ما كاينش، شو كي جا الصيف ورمضان وعندنا برامج دينيه مليحه بزاف جديده. وعندنا برنامج صعوبة التعلم، اذا عاد ابنك ينسى الحروف، مي لا يستطيع ربط الحروف، يكتب الحروف وكلمات معكوسه، يحذف او يضيف احرف، مهم خطه سيء، بزاف حوايج. سما اللي عندهم مشاكل في الخط ولا عندهم يكتب الكلمه مقلبه، هذو كامل يقدر ينسى، يجيب ربي ان شاء الله الحروف نثبتوهم له. بصح واش يكون عندكم برنامج خاص به؟ سما تتبعوا كل طفل وحده ولا كيفاش؟ كل انديفيديال نخدموه، سما يقرا وحدهم يوميا. بصح يوميا احنا عندنا سما برنامج مكثف، مش مكثف، خاطر هو يعاني من صعوبه التعلم، ديروا له يوميا ساعه، يا ساعه بركي، خاطر من بعد نوليو باكي نشوفوه تحسن تكون نتيجه يعني نتيجه بربي ان شاء الله. وعلى بالهم بالاوليه اللي عاد منها وهكذا عانات وراحت تجريت ما لقيتش نتيجه، وبزاف تجيونا هكذا. شكون الحالات هذو بالضبط اللي عندهم مشكل في الخط؟ الام تلاحظ بنها ينسى بزاف، تقريه كي يروح ما يجاوبش، كي يروح الاختبار ما يعرفش، راهو سنه ثالثه ولا ابتدائي تلقى حروف ما يعرفهمش، تقولوا كتب لي الحرف الفلاني ما يعرفش. جدول الضرب لقيتكم كاتبين جدول الضرب، كيفاش كنت جدول الضرب؟ عندنا دوره جدول الضرب في 3 ايام يخرجوا حافظه، يخرج حافظه رسمي رسمي في 3 ايام رسمي بطريقه جديده، وهذه يعيطوا لها دوره للاطفال تحفيظ جدول الضرب. واش من العمر هذه تاع جدول الضرب؟ من سنه ثانيه ابتدائي وطلع، من 7 سنوات وطلع. 7 سنوات وطلع، شوفوا عندهم دوره خاصه بجدول كما نقولوا الضرب، يحفظوه في 3 ايام يعني يكون محفوظ اكيد رسمي. وعندنا دوره للكبار، يولي مدرب لحفظ يحفظ الاولاد جدول الضرب في النهار 500 ألف. هذه تاع الكبار تسمى باش هو يولي يعلم مدرب، تسمى دوره للمدربين، يدور للمدربين يولي اللي عاد عندهم اكاديميه ولا بلاصه اخرى ولا في وحده حابه تحل في دارها. تسمى عندكم دورات للاطفال، المراهقين، وكاين حتى المدربين اصحاب المراكز.
صحاب المراكز، ولا وحده حابه تحل في دارها تحفظ جدول الضرب تجي تقرا نعتو لا طريقه تقرا البرنامج هذا تاع 3 ايام تحفظوها تنعتو لها هي تقرا الكبار يقراو نهار واحد نهار مش تعطيهم كتاب كل شيء هما مثلا يحبوا يروحوا يعلموا يوليو يحفظوا ويدبروا يديروا مشاريع خاصه بها. عندنا مشروع اخر هو دورة نادي العلمي، نادي علمي للأطفال. فقط على بالي دوك تجوني أسعار أسئلة عن السعر، شوفوا جدول الضرب، الدورة هذه تاع 3 أيام، رسمي ابنك وبنتك يخرجوا حافظين ومن 7 سنين وطلع راهي غير ب 200 ألف، يعني السعر مليح بزاف، تتهناو من جدول الضرب، جدول الضرب راهو يبقى معاهم مدى الحياة. أيضا كاين عندهم واحد لوبسيون كيما نقولوا حنا زايدة، عفسة هايلة مليح بزاف، هايلة يعني، كيعود عندك طبيب. عندك موعد، عندك طريق، عندك سفرية كما نقولوا في النهار، عندك عرس، عندك مناسبة راح تباركي، ما عندكش وين تخلي ولادك. شوفوا عندهم يحكموا الولاد من 5 سنين ل 12 سنة، سوا تخليه ساعة ساعتين نص نهار بالنهار عادي يحكمه لك. أكيد التفاصيل السعر وذاك تقدروا تتصلوا بالرقم ولا تقربوا الأكاديمية يشرحوا لكم كيفاش يخدموا. الحاجة اللي عجبتني أنه مثلا نهضروا على نفسي، مثلا عندي طريق الصباح من 9 تاع الصباح لـ3، نجيب لهم بني خليه من 9 مثلا لـ3، العمر يحكمه من 5 سنين 12 سنة، في هذيك من 9 لـ3 ماهوش قاعد وراقد وخلاص، ولا راهم يديروا له الرسم الدوارات، شوفوا يعلموا يرسم يعطيوا له الادوات. تسمى هذيك الوقت هذاك اللي تخليوه ماهوش قاعد وقت ضائع كما نقولوا، هذاك الوقت من 9 لـ3 وراهو يتعلم فيه يدير حاجه فيه، المهم يعقبوا النهار هذاك معاه خلاص. هذه الناس مهتمين يعني بالموضوع هذا. شوفوا ايضا عندهم هذا برنامج صيفي في الصيف، مثلا اللي بنها سنه اولى وطالع سنه ثانيه وهي شافته بلي سنه اولى هذيك ما قراش فيها مليح ولا ما هزش واش قرا، عندهم برنامج تكثيفي شغل هكذا في شهر الصيف يقريهم الحوصله مراجعه عامه واش قرا في السنه الثانيه، ونفس الوقت هي تهيئه للسنه الثانيه وهي رايحه سنه اولى ثانيه ثالثه رابعه حتى الخامسه. سما اللي شافت بنها بعد عام ولو هاو قرا بلاك ونسى، لقيتو بلي موش حافظ مليح الحروف نساهم الارقام نساهم جداول الضرب هذه التفاصيل، عندهم دوره كيما نقولوا في الصيف شهر ولا ما على باليش شحال المده تاعها، المهم يقراو حصتين في السمانه كل حصه فيها ساعتين، ماهيش ساعتين ضغط هكا حتى الطفل يهرب، لا يقراو بشوي بطريقه مبسطه بطريقه جديده طرق حديثه. برنامج فيها ايضا يدخلوا فيها برنامج ديني يعلموهم سيرة النبي، يعلموهم امور دينية بطريقة التلوين بطريقة جديدة، مش هكذا كما نقولوا قصوا عليهم برك وخلاص. المهم عندهم يعني حوايج مليحة بزاف بزاف، هنا رانا مجرد افكار برك، انا مخلطيتش توك فاش انا ركبت لكم الفيديو في بعضها، لكن نتوما اللي مهتميت باي حاجة من اللي ذكرناها تقدر تتصل برقم الهاتف ولا توجه الاكاديمية راهي سهلة العنوان، تسقسيهم تفهم على الصح، من حقك انك تفهم قبل ما تحطي ابنك ولا بنتك. ايضا عندهم شوفوا برنامج مرافقه المراهق، واش معناتها اللي ولادهم بلاد ولا دراري ابناء كيفاش يقولوا دراري ولا بنات مراهقين، عندهم تطوير ولا برنامج كامل. اكيد كون نقول لكم اسم الاستاذه راح تكون غنيه عن التعريف، مع الاستاذه المبدعه عتيقه نبتي، انا شخصيا حضرت عندها عده دورات متمكنه بزاف بزاف، تشرح لك الفكره توصلها لك تتناقش معاك على هذاك الموضوع اللي كيما نقولوا ولا المشكل ولا الحاجه اللي راهي مقلقتك، يعني هي استاذه ما شاء الله استاذه نبتي عتيقه راهي غنيه عن التعريف. شوفوا عندهم مرتين في السمانه، عندهم كيما نقولوا هاكم تشوفوا برنامج هذا هو اللي يحب يدير كابتي ولا يحب يفهم، عندهم رحلات يقدروا يديروا المسجد رحلات معرفيه معناتها يروحوا المكاتب يروحوا المساجد، رحلات ترفيهيه يخرجوهم، عندهم رسم موسيقى جلسات تهدر معاهم تتحاور معاهم، المهم هذه بالنسبه للمراهقين. شوفوا عندهم امسيه مجانيه للامهات، هذه باطل اللي تحب تسجل تتصل برقم ولا تجي تسجل هنا راهي باطل حتى يتلموا يعني ويديروا لكم نهار. امسيه مجانيه هذه واش معناتها؟ يتناقشوا مع الامهات على مشاكل الاولاد صعوبات التعلم، كل واحده تقولها انا واش لقيت في ابنها وماش يحفظها وماش يديرها، يتناقشوا راح تكون اكيد مدربه تناقشهم تشرح لهم، ممكن تنعتنا الحوايج احنا اللي ماناش فاهمينها الخبايا في الطفل ليه ماش يفهم ليه ماش يكتب ليه ماش ذكي ليه راهو كثير الحركه، المهم كل التفاصيل هذيك راح تكون في الامسيه هذه وراهي مجانيه اكيد تحضروا مادام باطل راهي باطل الفايده لاولادكم. يعني هذا شوفوا هنا عندهم ربع دورات في الشهر القادم، حنا صورنا اليوم راح نعرض لكم الدورات اللي راهي كاينه في الشهر هذا، هتفضلوا لينا واش عندكم في الشهر. عندنا دورة رياضية البكالوريا مراجعة جميع المحاور مع أستاذ نور الدين عيساوي، السعر ب 150 نهار 9 جون، هم جو قبل وحضروا دورة هنا وهم يعرفوا الأستاذ نور الدين عيساوي. هذه تاع الناس البكالوريا الرياضية. وعندنا دورة
دوره السوربان. السوربان ثاني عندكم دوره؟ دوره للكبار مدرب، وفيها اسمها دوره المدربين اللي حابين يدربوا، يحب يولي مدرب، اللي حاب يعلم السوربان مدرب 17 18 19 وجبه، وفيها بزاف خروج استثنائيه بسعر خاص ومغري. يعني زيدوا تتواصلوا مع الصفحه اكثر اكثر باش تعرفوا التفاصيل اكثر. دونك خلي لهم صفحتكم في فيسبوك راح يلقاو فيها المعلومات، وزيدوا راسلهم يشرحوا لكم اكثر. حنا فيديو على بالكم ديما تقولوا لي ما ديرناش فيديوهات طوال، باش 20 دقيقه ماهي شرحات كفي باش نشرح لكم الاكاديميه. الله يبارك لكم، تشوفوا عندها مجالات ومحاور بزاف بزاف، عندهم حوايج يعني ما شاء الله. سما الوقت ماهوش راح يكون كافي، هذا ملخص فقط، باقي التفاصيل تابعوهم في الصفحه، راهم ديما يحطوا الدورات ديما يحطوا جديد. وتواصلوا معاه في ارقام فضلوا للمقر راح يشرحوا لكم كلش. مين ذاك؟ اطلعوا على الصفحه تاعهم، ابونيو فيها، دعموهم، شوفوا واش راهم يحطوا جديد، شوفوا الدورات اللي كاينه دوريين. انا مستحيل كل شهر راح نجي نصور لكم هنا، انا هذا هو فيديو شامل كامل على الدورات، على واش تخدم الاكاديميه، على كل التفاصيل. وانتم ابونيو في لاباج توليوا اي دوره يحطوها ولا اي حاجه ولا اي معلومه جديده ولا اي برنامج جديد للاطفال راح تطلعوا ليه. وكاينه دوره تدريب المدربين في برنامج النادي العلمي للاطفال، هذه حاجه جديده وما كانش، كاينه في ولايات مده أربعة ايام بالنسبه تولي مدرب، انك مستقبل قادره تحلي لعبه صغير الاولاد فيها، تتحصلي على اكثر من 100 تجربه. واللي حاب يعرف تفاصيل الصفحه احسن واحسن، دوره يعني مميزه. هذه التجارب الاكاديميات حاجه جديده ومليحه. مثلا واش راح يديروا في التجارب هذو؟ يتعلموا تجارب علميه باريكزومبل، كاين اكاديميه باريكزومبل، كاين اكاديميه في ولايات اخرى حالين سبيسيال مخباريه، سبيسيال لهاد التجارب حاجه مليحه ما نعرفهاش. عجبتني وكاينه هنا في الشهر هذا ان شاء الله. وعندنا دوره مدرب جدول ضرب، انك تولي مدربه في تحفيظ جدول كيما هضرنا قبيله على جدول الضرب. سما هذو مش للاولاد، هذا اللي حابه تتعلم باش تتعلم. 500 تفل المدربين، ثم تتعلم وتروح تعلم فيا هي كيما تحب كيما تحب. شكرا، يعطيك الصحة، شكرا على الشرح. أكيد فيديو ماهوش راح يكون يعني كافي وافي، طالعوا تواصلوا معاهم. حتى لو كنتوا ماكمش مهتمين، حتى لو ما عندكمش ولاد، مجرد أنكم تابونيو في صفحتهم وتدعموها، لازم تدعموها. جاي هذي بنت بلادنا وبدات فكرة جديدة وأكاديمية جديدة وقارية ودارسة ومديرة حوايج خاصة وكما نقولوا حوايج تنفع ولادنا، ماهيش هكذا برك حاجه للنفع. اكيد الفيديو راهو كافي وافي، راكم فهمتوا كلش. ثم لازم تدعموها، تابوني وتبعوها، تشجعوها، نطوروا الحوايج هذو في مدينتنا. وما تنساوش